أهلا بكم من جديد. اندلع حريق كبير في مستودع نفط في سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم. وقال حاكم المدينة الذي عينته روسيا إن النيران اشتعلت بسبب غارة بطائرة مسيرة وفقا لمعلومات أولية، مشيرا إلى عدم وجود إصابات. هذا ولم يرد الجيش الأوكراني على الفور على طلب التعليق على هذه الحادثة، كما لم تعلن كييف عن أو من قبل مسؤوليتها عن هذه الهجمات. وعقب الهجوم نشر مكتب حاكم سيفاستوبول لقطات لاستهداف الطائرة المسيرة مستودع نفط في الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي. نشاهد. جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأكيده على أهمية المناطق الأوكرانية التي تم ضمها مؤخرا لبلاده. بوتين شدد في كلمة له على أن المناطق الأوكرانية الأربع التي انضمت إلى الاتحاد الروسي أخيرا هي أراض تاريخية لروسيا، وأن الناس الذين يعيشون هناك هم مواطنون روس على حد تعبيره. مع طي الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الأول، تبرز أبرز إنجازات الكرملين في هذه الحرب جنوب شرقي البلاد، حيث تحتفظ روسيا بسيطرتها على 27% من أراضي جارتها الغربية، فيما هو حال المناطق الأربع التي انضمت إلى الاتحاد الروسي. كان شهر سبتمبر من عام 2022 حاسما في العام الأول من الغزو الروسي لأوكرانيا. في ذلك الوقت انتهى استفتاء في لوغانسك ودونيتسك اللتين تشكلان مجتمعتين اقليم دونباس الى جانب زاباروجيا وخيرسون بتأييد سكان الانضمام الى الاتحاد الروسي. الاستفتاء الذي استقبله المجتمع الدولي بموجة رفض واسعة رفع عدد الاقاليم الروسية من 85 الى 89 اقليما، وقضى بضم 15% من مساحة اوكرانيا و15% من اجمالي سكانها الى مظلة الكرملين. على الأرض انخفض عدد السكان هنا في المناطق كافة، 80,000 شخص منهم على الأقل باتوا من حملة جوازات السفر الروسية حتى نوفمبر الماضي. في لوغانسك التي تخضع أراضيها كاملة لسيطرة القوات الروسية انخفض عدد سكان المدينة بنسبة 1% ليبلغ قرابة 392,000 نسمة، جنوبا منها حيث دونيتسك التي تتقاسم موسكو وكييف السيطرة عليها مناصفة تقريبا، انخفض عددهم بنحو 16% ليصل إلى قرابة 888,000 نسمة. من ثلاث جهات تحتدم المعارك في هذه المقاطعة حول مدينة باخموت التي تشكل عقدة مواصلات مهمة في الشرق، وتستميت القوات الروسية للسيطرة عليها بهدف الضغط على خطوط الإمداد للقوات الأوكرانية وانتزاع نصر جديد بعد سيطرتها على سوليدار. في زاباروجيا لا تزال أجزاء واسعة شمالاً خارج سيطرة روسيا محتفظة بسيطرتها على الواجهة الجنوبية التي تجعل من بحر أزوف بحراً داخلياً في روسيا. في مركز هذه المقاطعة أيضاً انخفض عدد سكان المدينة بنسبة تناهز 15% ليبلغ 724,000 نسمة. خيرسون أولى المقاطعات التي سقطت تحت سيطرة روسيا في اليوم الثاني من الغزو، خسرت أجزاء من أراضيها شمالاً حين انسحب قرابة 30,000 جندي روسي عبر نهر دنيبرو في نوفمبر 2022. عدد سكان المدينة هي الأخرى انخفض ليبلغ 296,000 نسمة، لكن بسيطرتها على المقاطعة باتت موسكو تتحكم بإمدادات المياه العذبة إلى شبه جزيرة القرم، وهي ورقة رابحة كانت تمسك بزمامها كييف قبل الحرب. بمنظور أوسع كانت غنيمة الحرب الكبرى بالنسبة للكرملين إقامة جسر بري من الحدود الروسية وصولاً إلى القرم التي ضمتها عام 2014 متمثلاً في هذه المقاطعات الأربع. ثمن ذلك كان باهظاً، وتقدره البيانات الأوكرانية بخسارة بعض الوحدات في الشرق 80% من طاقتها العسكرية، رغم أن موسكو
توقفت عن إعلان خسائرها البشرية في سبتمبر 2022. للحفاظ على مكاسبها في الشرق، تخوض موسكو حرب استنزاف على طول خط يمتد لقرابة 850 كيلومترا وينذر بمعارك طويلة الأمد. تحسباً لأي هجوم أوكراني، تشهد المناطق الأربع أحكاماً عرفية تمنح حكام الأقاليم صلاحيات أكبر لضمان الأمن وتنظيم عمل المصانع والمؤسسات بحسب مرسوم الرئاسي. يأتي ذلك في وقت يعاني اقتصاد البلد انكماشاً بنسبة 30%، لم يستثني المقاطعات الأربع رغم انضمامها إلى الاتحاد الروسي. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية. معي أنا ميرا شغازي.